مفاجأة، زي ما كان الخطوبة مفاجأة إن شاء الله برضو الزفاف هيبقى مفاجأة. تمام. يعني احنا حابين ايه، احنا فاجئنا الناس يوم وقفه عرفات، حتى ما نزلناش في نفس اليوم، محدش عارف حاجه، بثلاث اربع ايام. اتمنى برضو ان شاء الله، يعني دي تخطيطي انا واحمد، ان احنا عاملين برضو الزواج كده يعني ان شاء الله. ان شاء الله يتملكوا على خير يا رب. طب تمام، الجزء الثاني شطرنج هيتعرض يوم السبت، مشاركه في الجزء الثالث؟ لا انا لا، هو جزء اولاني لكن هو متقسم على جزئين بالنسبه للمشاهد، لكن الجزء الثاني لسه ما اتصورش، هتخش ان شاء الله 10 10 ان شاء الله. وحضرتك برضو انا سمعت في جزء ثالث، هتشاركي في الجزء الثالث؟ لان انت يعني هو الورق كله على بعض، ان شاء الله نكملها مع شطرنج، لان شخصيه مربط بالشخصيات اللي انا حبيتها دي.